عربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين بشدة للهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران، وأسفر عن مقتل أحد موظفي السفارة وإصابة آخرين. وأعربت الوزارة عن خالص تعزيها ومواساتها للحكومة والشعب الأذربيجاني الصديق وذوي الضحية، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والرافض لأعمال العنف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها، داعية إلى احترام حرمة المباني والبعثات الدبلوماسية وضمان أمن وسلامة أفرادها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمواثيق والأعراف الدولية.